سارة الفران صبية انطلقت بكل حب وشغف بمشروع المتخصص بصناعة الإكسسوارات والحقائب اليدوية بتصاميم متنوعة وألوان زاهية. هلأ أول شنطاي عملتها كان قياسة، أخذت قياس أنا وحسيتها طلعت كبيرة، يعني ما عجبني قياسها، بس حلوة هي يعني، بس إنه كبيرة كشنطة هيك شغل كليم كبيرة. صرت أعرف من بعد أخذ قياسات الزابطة، مثلاً بسأل الزبون بدك إياها كبيرة صغيرة، شو التصميم مثلاً كنت طلعه على النت، صرت أنا هيك اخترع من عندي ويعني نقص على هذا الأساس. من خلال الإنترنت سارة تعلمت المبادئ الأولية لصنع الإكسسوارات وبدأت تطبق تصاميم جديدة ومتفردة بصناعة الحقائب من خيوط الكليم والخشب واللولو. شناطي شفتهم على النت حبيتهم، فتحت يوتيوب وشفت كيف بيعملوها، تعاملت مع واحد بيشتغل بليكسي ووصيته وبلشت سويت وحدة. استخدم خيوط كليم، خيطان كليم، بليكسي وخشب ولولو. هلأ الشناطي الكليم ممكن تضل معي مثلا يوم، مساوية بيوم، أما اللولو أخذت مني 3 أيام تقريبا. هلأ بصراحة أنا وقت بلشت ما كنت متوقعة أنه بالأربع شهور مثلا لهالدرجة، ما شاء الله يعني. لا دغري يعني من أول ما بلشت كان في دعم كتير كبير ودغري إجاني طلبات يعني، عرفتي؟ فلا كثير أنا مبسوطة باللي وصلت له وإن شاء الله مكملة أكيد. شغفها بالمشروع يلي انطلق جعل منتجاتها مطلوبة كونها بتتميز بالدقة وتوظيف كل الإبداع واعتماد ألوان مناسبة لكل فصل ومتناسبة مع ما هو رائج من طلبيات.